ازيك يا غنية؟ عاملين ايه النهاردة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده موز. النهاردة هنعمل مع بعض ماسك للشعر، ماسك الموز وزيت اللوز. انا كان عندي موز زي ما انتوا شايفين هو طري جدا، يعني قرب ان هو يبوظ، فانا قلت بدل ما هو هيبوظ مش هيبقى حلو ان انا احطه في اكله او اكله او كده، قلت ايه خطرت في بالي ان انا اعمل بيه ماسك للشعر، ماسك الموز للشعر. من الماسكات الحلوه جدا للشعر، بتعالج الشعر التالف، بتقوي الشعر، بتنعمه، بتطوله، ليها فوائد كتير جدا للشعر هو الموز. فقررت ان انا اعمل ماسك الموز وهحط معاه زيت اللوز. تقدري تعملي ماسك موز لوحده سادة كده من غير اي حاجة، وتقدري تضيفي له اضافات، ممكن زبادي، ممكن لوز، ممكن لبن جوز الهند او زيت جوز هند، زي ما انتي تحبي وعاوزة. انا هضيف له زيت لوز عشان يبقى الماسك ده للشعر الجاف والتالف. انا شعري من دول تعبان شوية كده، وحاسة ان هو مش مظبط وتقلفان شوية، فقررت ان انا اعمله الماسك ده. زي ما انتوا شايفين احنا هنهرس الموزة دلوقتي. طبعا كل ما يبقى طري كل ما يبقى هرسه افضل، ويتحط على الشعر افضل، ما يبقاش يكلكع او يلزق، فاهميني؟ فعشان كده لما لقيت الموزة هي باينة عندكم شوية غامقة، بس هي مش غامقة قوي كده في الحقيقة يعني. فانا لما لقيته ان هو كده اهو طري شوية، يعني على طول خطرت لي فكرة الماسك دي على طول، فقلت ان انا اعمله على شعري. هو هنهرسه دلوقتي وهنرجع نشطفه بعد مثلا نص ساعة تقريبا او تلت ساعة من الشعر. فايدة حلاوة الماسكات دي ان هي ما بتاخدش وقت، يعني مش زي حمامات الزيت لازم تقعدي بقى تعمليها قبل الشاور بساعتين وتستني شوية وكل الكلام ده، لا ده ساعتين، نص ساعة، ربع ساعة وتخشي على طول تاخدي الشاور، فدي فايدتها يعني، او دي مميزاتها. وكمان حاجة طبيعية للشعر. بس كده ههرسه وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين اهو، بصوا بيتهرس بسهولة خالص جدا لان هو طري، مش مش ناشف، القشرة بتاعته كانت طريت خالص، فقلت استغل الفرصة. طري خالص، ما خدش اي مجهود مني. على فكرة الموز لما بيبقى طري تاكليه بيجيب، يعني بيفك الامساك، عكس لما تاكليه وهو ناشف. دي معلومة عرفتها قريب، ان الموز لما بيبقى ناشف او ماسك نفسه قوي يعني مطريش بيجيب امساك، والعكس. بصوا بقى طري خالص. هنضيف دلوقتي زيت اللوز. لو عندكم موز بقى قوموا جربوه عشان نعمله مع بعض. مش هضيف له حبة كتير، يعني تقريبا معلقتين. تقدر تضيفيله بقى عسل، تقدر تضيفيله زبادي، زي ما تحبي تقدر تضيفيه للماسك ده. كنت بفكر اضيف له عسل بس يعني رجعت في كلامي. وهنزل لكم فيديو تاني برضو الماسكات، ماسك الموز بس للوش او لنضارة الوش برضو، نعمله سوا مع بعض. بس كده كده عملنا الماسك. انا هروح دلوقتي احطه على شعري وهشطفه كمان زي ما قلت لكم نص ساعه، وهيبقى نتيجه مذهله. انا جربته قبل كده وحلو جدا جدا للشعر، بس هو شويه فغسيله الى حد ما متعب شويه. الموز ساعات بيبقى بيلزق شويه في الشعر، بيحتاج ان انت تشطفيه فتره اطول، بس نتيجته هايله 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 جدا للشعر. انصحكم جدا تجربوه. الناس اللي شعرها تالف، جاف، مقصف، الوصفه دي لنوعيه الشعر دي، هتلاقوا نتيجه وشعركم ان شاء الله هيبقى حلو جدا جدا بعدها.
بس طبعا اي حاجه عشان تجيب مفعول واو لازم الاستمرار عليها فتره طويله. يعني انت لو عايزه بقى تشوفي نتيجه مش وقتيه يعني مش في لحظتها، يبقى محتاجه ان انت تستمري على الوصفه دي فتره، يعني تعمليها مره كل اسبوع مع ماسكات تانيه فتلاقي نتيجه لشعرك. بس كده. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم عشان يستفادوا بالوصفه، وسبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اول ما انزل فيديو يوصلكوا اشعار على طول. باي باي.